يوم الأحد الماضي فجر رئيس التونسي قيس سعيد مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان تجميدي كل اختصاصات المجلس النيابي وسط احتجاجات غاضبة ضد سوء تسيير الطبقة السياسية الحاكمة للأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة في البلاد قرارات رحب بها كثيرون بينما اعتبرها آخرون انقلاباً على الدستور بموجب تفعيل فصل 80 أعطى النفس سلطات واسعة وجمع سلطة التشريعية في إطار إصدار مراسيم وجمع سلطات الحكومية التي كانت مروحة رئيس الحكومة وأعطى لنفسه يعني حتى صلاحية النيابة العمومية بالنسبة للسلطة القضائية وهذا الكل يعني بالنسبة إلى بعض يعني مكونات المجتمع المدني بداية ديكتاتورية جديدة يرى الكثيرون أن الأزمة الحالية نتيجة عقد من الصراعات السياسية وغياب الوفاق في الحكم 12 حكومة تداولت على السلطة في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي هذا نظام هجين لا يسمح بالحكم إلا عن طريق أن يكون هناك مجموعة من الصفقات السياسية التي تنجز بعد أي انتخابات تشريعية ظلت حركة النهضة تقوم بصفقات ذات اليمين وذات الشمال أتت حكومة هشام المشيشي بعد التفاهم بين قلب تونس وحركة النهضة وكذلك ائتلاف الكرامة المواجهة الأكبر المواجهة كسر العظام لنقل أنها كانت بين رئيس مجلس النواب الشعب ورئيس الائتلاف الأغلبي لنقل وهو رشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وكذلك قيس سعيد من جهة أخرى كرئيس للجمهورية عندها لم يرضخ قيس سعيد يعني إملاءات يعني هذا الائتلاف الجديد الذي تشكلته الحركة أصبح هناك صراع متضاد بين الطرفين وكان هشام المشيشي هو الذي يمثل هذا الائتلاف على المستوى التنفيذي الرئيس سعيد استند في قراراته الأخيرة إلى المادة 80 من الدستور التي تمنحه صلاحية اتخاذ إجراءات استثنائية في حالة خطر داهم يهدد البلاد وبينما يختلف التونسيون على ما إذا كان تفعيلها دستورياً يبقى الرئيس هو الوحيد الذي يملك سلطة تأويلها حالياً خاصة في غياب محكمة دستورية المجتمع المدني في تونس في مثل هذا التوقيت هو الضمان الوحيد لتحقيق توازن المضاد لتجميع السلطات بيد واحدة بيد رئيس الجمهورية لكن في حد ذاته الرجل نحن نعرفه جيدا منذ أن كان أستاذا للقانون الدستوري في الجامعة التونسية وهو رجل يعني متشبث بالديمقراطية منذ ذاك الوقت ونظرة معينة ديمقراطية قد تكون خاطئة قد تكون صائبة لكن يجب على قيس سعيد تقديم خريطة طريق واضحة للمرحلة القادمة تقديم الضمانات اللازمة لعدم الالتفاف على ما حققه الشعب التونسي